حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في سمر رمضاني جديد على الخيمة الرمضانية على قناة الموريتانية. مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر، كما عودتكم قناة الموريتانية في شهر رمضان الفضيل. سمرنا لهذه الليلة متعدد الفقرات والأركان، متميز يحتوي على فقرات تخدمكم وتتماشى ورغباتكم. مشاهدينا الكرام، نبدأ سمرنا الليلة من محضرة الخيمة الرمضانية. إذا ما في الصوت. بسم الله. يبدأ. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشعرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون. عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان
شكرا لمحضرتنا الرمضانية، وأتمنى من قرائنا فضيلة القارئ المصطفى والمحمد والقارئين سيديا والمحمد محمود والشيخ والأحمد زيادتنا من كتاب الله العزيز لو سمحتم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وكلام الله عز وجل لا يمل سماعه. شكرا لقرائنا المصطفى والمحمد سيديا والمحمد محمود والشيخ والأحمد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في هذه الليلة سنتناول موضوعين رئيسيين هما عن الجانب الفقهي موضوع الصلاة وأحكامها والجانب الطبي في أمراض الغدد. الجانب الفقهي ضيفنا الكريم هو فضيلة الأستاذ العلامة أحمد ولنيني. مرحبا بك فضيلة الشيخ، تقبل الله صيامنا وصيامك وضاعف لنا ولكم العشر. شكرا جزيلا على حضوركم. من الجانب الطبي كما أسلفت الدكتور البول البخاري هو اختصاصي أمراض الغدد. مرحبا بك دكتور، رمضان كريم. شكرا على حضوركم على تلبية الدعوة. إذن مشاهدينا الكرام، الصلاة وأحكامها هي محور حلقة أو موضوع حلقة الليلة من الجانب الطبي، وننطلق مع عنصر تمهيدي من إعداد زميل يوب ملاي الحسن. الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام ومكانة رفيعة عند الله ورسوله والمؤمنين، إذ هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين بوصفها فريضة عظيمة يجب الحفاظ الدائم عليها، إذ الواجب حتما على كل مسلم وعلى كل مسلمة أداؤها في أوقاتها بكل عناية، لقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المقصود وجوب العناية بالصلاة والمحافظة عليها على المؤمن أينما كان، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، والغنى والفقر. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقد حض صلى الله تعالى عليه وسلم على تربية الصغار عليها: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مما يؤكد عظمة مكانتها الفريدة في الإسلام وفي حياة المسلمين وضرورة تربية الأجيال عليها، إذ هي وقود المؤمن الذي يستطيع به مواصلة حياة الاستقامة والالتزام وتزكية النفس والابتعاد بها عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي تضيع لفريضة الصلاة هو تضيع لغيرها من الأركان الأخرى. فما هي أحكام الصلاة وما هي الآداب التي تجب المحافظة عليها عند أداء هذا الركن الركين من أركان الإسلام، وكيف نستفيد من المقاصد العظيمة التي شرعت الصلاة من أجل تحقيقها؟
شكرا جزيلا للزميل يوب الملاي الحسن، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. فضيلة العلامة أحمد النيني حياك الله، مرحبا بك. الصلاة هي عماد الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أورده زميلنا يوب أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. كيف؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة كما تفضلتم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة هي أم الدعائم وهي عماد الدين، فعلنا أن نحافظ عليها كما أمر سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الصلاة يجب علينا أن نقيمها حق إقامتها، وذلك بأن نحافظ على شروطها وعلى أركانها وعلى آدابها المختلفة. فمن أهم شروطها أن نحافظ على الطهارة المائية، فيجب علينا أن نغتسل إذا وجب الغسل، ويجب علينا أن نتوضأ، لأن إسباغ الوضوء في المكاره له أجر عظيم ويواجر صاحبه بخير كثير. فنقيم الصلاة حق إقامتها امتثالا لقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الإقامة لن نتمكن منها إلا بمعرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة. فضلت الشيخ، قبل أن ندخل إلى موضوع الأحكام، هي كما يقال هي علاقة العبد بربه. الصلاة، الصلاة متى فرضت بتحديد، وما هي الحكمة من مشروعيتها؟ الصلاة هي مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، وتم فرضها ليلة الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى العبادات تؤدى في السماوات من ملائكة الله من يؤدي العبادة وهو قائم أبدا، ومن هو في ركوع أبدا، ومن هو جالس أبدا، ومن هو في سجود أبدا. فعجب صلى الله عليه وسلم من هذه العبادات التي تؤدى في السماوات، فسأل الله تعالى أن يعطيه قربة وعبادة تشتمل على كل هذه الأصناف ليعود بها إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. فرض الله تعالى عليه الصلاة ذات القيام والركوع والسجود والجلوس، وكذلك ما على وجه الأرض يعبد الله تعالى دائما، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكما قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. من هذه المخلوقات من يسبح الله تعالى وهو جالس كالأحجار والنباتات، ومنها ما يسبح الله تعالى وهو قائم كالنخيل والأشجار، ومنها ما يسبح الله تعالى وهو راكع كالدواب التي تمشي على أربع، ومنها ما يعبد الله تعالى وهو ساجد كالسوام التي تمشي على بطنها. نعم، فأحدنا إذا أقام الصلاة يكون قد جمع بين عبادتي العالمين العلوي والسفلي، فهنيئا لمسلم أقام الصلاة حق إقامتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مكانة وفضل هذه الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيعهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وقد أخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، أما ترون يبقى عليه من دران. فعلنا أن نقيم الصلاة حق إقامتها بدءا بتحقيق شروطها، والتي من أهمها الطهارة المائية، لأن التيمم هو طهارة بدلية ولا يمكن أن ينتقل إليها مع إمكان الماء كله أو بعضه. فبعد أن نتطهر ونستقبل، علينا أن ننتبه إلى قولنا: الله أكبر. فقولنا الله أكبر
تدل على أن الله تعالى أعظم من كل عظيم، مما يعني أننا نطالب بالتخلي عن كل ما كنا فيه، لأننا بدأنا في مناجاة الله سبحانه وتعالى بقولنا الله أكبر. عندها نبدأ بالفاتحة، وعدنا أن نقرأها القراءة التي أمر هذه تسمى تكبيرة الإحرام. نعم، وسميت بهذا لأن الإنسان حرم عليه ما كان مباحا له، لأنه كان بإمكانه التكلم، كان بإمكانه أن الأكل يتحرك الأكل والشرب، إلا أنه حرم عليه ما كان مباحا له. وقبل نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين كان الكلام في الصلاة مباحا، ولكن لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي ساكتين حرم الكلام إلا لإصلاحها. فيجوز للمأموم أن يخاطب الإمام من أجل إصلاح الصلاة إذا ترتب على الإمام خلل في حدود جمل لا تتعدى 3 وقيل 5. بعد أن نبدأ بالإحرام، هذا بالنسبة للمأموم الذكر، ماذا بالنسبة للمرأة؟ جيد، المرأة تسبح كما يسبح الإمام للرجل في الحديث من نابه شيء في صلاة إمامه فليسبح، وفي حالة عدم فهم الإمام بالتسبيح فلا فرق هنا بين المرأة والرجل، فلها أن تكلم الإمام في حالة عدم فهمه بالتسبيح. قرأت مرة أنه كانوا على بداية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصفقون أو يفرقعون بأيديهم. جيد، في الحديث إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حمله مالك على الذم وقال بعدم التصفيق. أما الإمام الشافعي فقد أجراه على حاله وقال إن المرأة عليها أن تصفق بأن تضرب الكف بإصبعين فقط، ليس التصفيق المعروف اللي فيه صوت كبير. فمالك حمل الحديث على الذم وقال في الحديث الآخر من نابه شيء، وكلمة من هي من صيغ العموم تشمل المرأة والرجل، من نابه شيء امرأة أو رجل من نابه شيء في صلاة إمامه فليسبح. سبحان الله. لكن في حالة عدم فهمه بالتسبيح بإمكانه أن يقول بقيت ركعة، والله بقية مع بقية باللغة اللي لا يفهم بها يسوى الحسانية. نعم، نطلع في بقية الأحكام هذه الشيء. نعم، هذه الصلاة باختصار لها فرائضها، وأقدم 7 منها التي هي مجمع عليها في كل مذهب. كل مذاهب مجمع على أن الصلاة لا بد وأن تؤدى في قيام، وهذا هو المسمى بالقيام الإجمالي. أما الإحرام فليس بواجب إجماعاً وإن كان متفقا عليه في مذهبنا المالكي، فمذهبنا يتفق على وجوب الإحرام والسلام، فلا بد وأن نقول السلام عليكم، ولا بد وأن نقول في الافتتاح الله أكبر، إلا أنهما ما هم من ذلك مجمع عليه. المجمع عليه في صلاة 7 فرائض هي أولا القيام الإجمالي ذاك 1، 2 الركوع دون الرفع منه، الركوع فقط لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. 3 السجود فهو واجب إجماعا، الرفع منه واجب إجماعا كذلك، وترتيب الأداء والنية أيضا، والجلوس بقدر ما يقع فيه السلام، لا بد وأن نخرج من الصلاة ونحن في جلوس. أما الخروج فمذهبنا المالكي يرى أنه لا بد من قولنا السلام عليكم، سلام عرف بأل لا بالإضافة، فلا يجوز أن نقول سلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم، وإنما يجب أن نقول السلام عليكم. هذا في بالنسبة لإمامنا مالك رضي الله. نعم. أما الإمام أحمد فيرى تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله مرتين. وأبو حنيفة يرى خروج من الصلاة بأي؟ نعم، أبو حنيفة الخروج من الصلاة بما ينافيها ولو ضحكا أو غيره أو بحدث. جيد. الإمام الشافعي يرى الخروج من الصلاة بالسلام عليكم أو وعليكم السلام، أما نحن فلا بد أن نقول السلام عليكم. الإمام الشافعي يقدم عليكم أو يؤخرها على حد سواء، السلام عليكم أو وعليكم السلام. هذه 7 هي المجمع عليها في الصلاة، وهذه الصلاة تنقسم إلى فرض ونفل، والنفل مكمل للفرض، وعليه المسلم مطالب بأن يحافظ على الرواتب القبلية والبعدية للفرائض. من هذه الرواتب مثلا أنها نوافل تصلى،
أربع ركعات قبل الظهر، وفي الحديث من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعده حرمه الله على النار. وأوصي المشاهدين الكريم ونفسي بأن نحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و40 بعده. ولكن بأي نية؟ يعني نية النفل. نية النفل نحرم في النافلة بنية النفل، ونصلي ركعتين ثم نسلم، ونحرم في ركعتين ثم نسلم بفاتحة وسورة. ركعتين. وبعد الظهر نصلي 4 ركعات، والعصر قبله نفس الطريقة ركعتين. نفس الطريقة ركعتين. وقبل العصر رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. بعد المغرب ركعات 6. بعد العشاء، نحن الآن في قيام رمضان الحمد لله، علينا أن نحافظ على التراويح، على قيام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا أمكن أن نقوم بالتهجد فبها ونعمة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونختم النوافل بالوتر، يعني الوتر هو الأخير من النوافل، على أن نصلي الرغيبة. والرغيبة هي صلاة تسمى بالرغيبة، والرغيبة فوق المندوب ودون السنة، لأنها ندب يسمى بالرغيبة. والرغيبة هذه هي ما رغب فيه الشارع وحده، وتمتاز الرغيبة من بين النوافل لأنها هي التي تقضى. الرغيبة من فاتته بإمكانه أن يقضيها قبل الزوال، ولا يقضى من النوافل إلا هي فتقضى للزوال. هذه الرغيبة من ركعها في بيته وأتى المسجد فلا يركع التحية، لأن النفل بعد الرغيبة مكروه، ولكن الأولى له أن يأتي إلى المسجد قبل أن يصلي الرغيبة، فيجمع بين تحية المسجد وبين أداء الرغيبة. نعم. شكرا فضيلة الشيخ، جزاك الله خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى ركننا الثاني أو موضوعنا الثاني في حلقة الليلة من هذا السمر الرمضاني المباشر على قناة الموريتانية، وهو الجانب الطبي وعن أمراض الغدد، ومع الدكتور ضيفنا الكريم الدكتور البول البخاري، وهو أخصائي أمراض الغدد. مرحبا بك دكتور. وقبل أن نبدأ نقاش هذا الموضوع، نتابع عنصرا تمهيديا في الموضوع أعدته الزميلة عزيزة سيد أحمد. يعتبر السكري من أمراض العصر المنتشرة بشكل كبير في مختلف شرائح المجتمع، قد تؤدي بعض العوامل الوراثية إلى ظهور مرض السكري، كما أنه يظهر نتيجة نقص إفراز مادة الإنسولين في الدم، واحتمال إصابة شخص يتمتع بوزن صحي وبلياقة بدنية جيدة ضئيل جداً، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الإنسولين. أما احتمال إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا بمرض السكري فهو احتمال كبير. وتختلف أعراض السكري تبعا لنوع السكري، وقد لا يشعر الأشخاص المصابون بقدمات السكري أو بسكري الحمل بأية أعراض، أو قد يشعرون ببعض من أعراض السكري النمط الأول أو السكري النمط الثاني أو بجميع الأعراض سوية، كالعطش وكثرة التبول والجوع الشديد والتعب وتشويش الرؤية. لكن اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة قد يكون كافيا للوقاية من داء السكري. ولأن شهر رمضان شهر حمية بالدرجة الأولى، فإلى أي حد يمكن للمصابين وغير المصابين الانتفاع بالفوائد الصحية الجمة التي يوفرها الصوم؟ وهل هناك مانع للمصابين من الصوم؟ وهل يمكننا إدراج الصوم ضمن وسائل الوقاية من السكري؟ شكرا للزميلة عزيزة سيد أحمد، وقانا الله وإياكم من أمراض السكري وأمراض الغدد وجميع الأمراض. مرحبا بك ضيفي الكريم الدكتور البول البخاري، أخصائي أمراض الغدد. دكتور، ما هي أمراض الغدد بصفة عامة؟ ما أبرزها، أهمها، أخطرها، أعراضها، إمكانات الإصابة بها وعلاجها، إلى ما هنالك يعني بترتيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.
تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أمراض القدد هي عدة القدد فر يصابوا بأمراض مبين يعود فيه نقص ولا زيادة، وأكثرهم أمراض القدد هو السكري والقدد الدرقية. الأمراض الأخرين أقل ترتيب وراهم هم السكري و... السكري هو الأكثر ويتربوه القدة الدرقية. هاي هم ودي أهلي منتشرين في هون موريتان وفي البلاد، يكونوا ملي مشكلة الباس في الصحة العامة. نعم. بالنسبة للسكري كيف تلقالت الصحفية، فيه النوع الأول والنوع الثاني، وفيه نوع تابع للوراثة قالوا جبت مونوجينيك، والسكري عند العليات اللي حمل اللي يظهر عند الشرسات، وعادة ينمى ويلود وما يشبر، هو دائما يهطنوله الأطباء خاصة الجينيكولوج يهطنوله بزيادة وزن يشير على 4 كيلوات يعود زايد وزنه. عادة اثنين يعدل فحص السكر يعود عادي، غير اثنين يوكل رقاش والله يقبل 75 جرام من السكري يعدل له فحص ساعتين ورا ذاك يظهر لك الزيادة اللي يقبل منها تشخيص المرض عند المرأة، والله المرأة عندها سكري الحمل، وياك سكري الحمل يختفي ورا البري عادة. نعم. بالنسبة ل أنا إنه ما هو مرض، لا إصابة مرض حتى بيه اللي في 5 سنوات 6 سنوات لا يصبح سكري نوع ثاني. ما لم يتم علاجه والله. سكري نوع ثاني هو يقدر يعالج بريجيم، يقدر يعالج بالانسولين، غير عادة انين ما توقف المرأة يتعدى الحمل ثاني والحمل ثالث هو اللي يسرع ظهور السكري. دكتور، هذا علاج والله لا مهدئ مثلا يوقف ما ضروري لابد من يتمم، هو قل تحمل السكريات وتعود الانسان، تعود المرأة ما هي متحملة السكريات وتظهر فيها زيادة كبيرة للإنسولين في جسمها هي، ويخلق يشير الجسم وياسر من الإنسولين، إذا هو ياسر عند الخلاقة يعطيني أعطاله شوية من السكر، أعطاله السيرينج من جي ديز والله جي تران بيلينين يبقى وحده من دون أمه، في كم جسمه كمية كبيرة من السكري منها من الإنسولين، يتحرق السكري ويموت يشير به نقص السكري. خارج النوع الثاني والنوع الأول، هذا النوع الأول. نعم. النوع الأول أنواع زاده نوعين هم اللي شهرين، النوع اللي يخلق تريكة صغيرين اللي مناعة ذاتية، والنوع يخلق الناس الكبار اللي هو زاده مناعة ذاتية فورمولادا، وخارج النوع اللي يخلق الفارقة والهنود اللي هو اللي جاب اللي تبتروه، والنوع الثاني فيه جابت كوما معناها عنه ذدي معروف، وخارج الصشي خاص بالفارقة وبه اللي يعود أعراض المرض يشابه له النوع الأول. يصبح التمييز بينهما هنا صعب، نعين عليه كلينيك ما أعراض المرض يعود يشابه به اللي عادة في أوروبا والدول المتقدمة. النوع الثاني ده زيادة سكري غير ملائم، ما يقدر يطيح عادة ما يعدل قيبوبة كوما أسيدوسيتوزي. النوع الثاني خارج نوع من السكري، النوع الثاني قالوا جاب دي تيب دي فورم سيتونيريك هي الياسر الفريقية، ويعود الإنسان ما عنده النوع الأول غير زاد فيه السكري بصيفة به اللي كان يشرب عوض عطشه المواد السكرية. نعم. وزيد ذاك السكري يعني عقب يلحق 5 غرامات 6 غرامات يعقب يطيح طيحة متينة، عدل قيبوبة ونديروه على لين السنين وتم نقصوها بإله يعدل نقص السكري بزيادة، يعني يعود كافي حبتين والله ثلاثة من جليكوفايد مع حب بعطي عود كافي شوي دو الحب، وهذا متناقض مع النوع الأول اللي مكتوب في الكتب.
شويه عفوا مقاطعه، فضيله الشيخ يبدو انه عنده سؤال. والله مجموعه اسئله فضيله الشيخ، تفضلوا تفضلوا. انا سؤالي كان السكري هذا مثلا عنده معدل حد فات عاد فات فطار، الشيء الله يعود فيه السكري ذاك اللي منه عادي، وحد مازال ما هات فطار، يلا السكري معدل عام يعود كم؟ بالنسبه لحد ما في السكري يا تعود فيه تحت جرام انفر قرآه مع عند 06 070 2 1.1 مع عند 1.1 2 1.26 هاي قالوا قل تحمل السكريات معنا حد هد عليه السكري. والزايد مع عند جرام 26 على الفوق ينحسب عن فيه السكري. 2 يعدلوا فحصين متتاليين يحسب عن فيه السكري. والله يعدل له فحص في وقت من النهار يعود زايد على جرامين يحتسب عن فيه السكري. هذا سواء كان صايم او مفطر. ايوه صايم ولا مفطر. شوف زايد على جرامين يحتسب سكري. معناه انه عاد عنده منين يعود ناقص عن زايد عن جرام 40 2 جرام 80 هو تحمل السكريات ورادوكي. شوف زايد على جرامين يحتسب سكري. حد يعمل وحد الصايم عمل الدواء جلوكوفاج. حد يعمل الدواء سكري يال تعود مبين حتى مسموح لنين يلحق جرام 50 جرام 40 غير الاساسي الهدف هو 0.8 2 جرام 20 مع الصباح غير احنا خرصوا دائما شنقاد معدل السكري المخزن هذا الهيموجلوبين جليكيد ولكن عاده نين يعود تحت 7 معناها عن الانسان متوازن فيه السكري متوازن فيه السكري. انا عم ما يالتين زاد الدواء ولا يالتين نقصر. انا عم يخلي على نفس الدواء. نين يعود الهيموجلوبين جليكيد 8 9 لا تلقاه زاد الدواء ينعرف وعدل باطن انكت نيتريسيونيل خرس رقاش قذاه شنو هو الاخطاء اللي عدل في القذاء والله في الرياضه وزيد مودي خرس عميل الدواء كان قد يزيدوا له بالصيف يعود منين يعود يشبه يعود قد يبرق الاهداف اللي مطلوبه منه. نظر احد فيه السكري مثلا سياني عاد فيه 1.5 والله 2 والله حد فات عاد فيه راهو عاد فيه 2 والله في فرق بين 2 و3 و1.5 هو المطلوب عن حد فيه السكري حد ما فيه حد ما فيه السكري ما فيه السكري غير حد فيه السكري معناها يعني طرحوا له اهداف قال له السكر مع الصباح يا تعود فيك بكذا يرجع يشرب بعض الدواء والله عنده ريجيم يعدل الرياضه يا تعود فيه ما عنده جرام 80 2 جرام 20 والله جرام 30 40 معقوله مقدرات ايش يعود عنده معدل المعدل الهيموجلوبين جليكي نعود تحت 7 نعود اقباض الدو نعود عند ريجيم نعود تحت 6.5 والله 6 وتحت ثاني نعود زايد لا يصبح عند لابد من يخرص تعميله للسكر تعميله للدواء كان صالح والله ما هو صالح والله كان يالتون زايد للدواء والله عادة دائما يعود في خلل في التغذية والله قلة الرياضة والله شيء والله يعود رقاش مولي يعدل مش من الدواء التقليدي شاك عنه قد يقضي بها الى الصفر دائما تخرج. نعم شكرا دكتور مع الاعتذار من فضيله الشيخ سوف نعود الى الدكتور تحاوره من جديد. اذا مشاهدي الكرام وقفتنا الاولى لهذه الليله مع الرسام مع فناننا بونا ولداف. شكرا الزميل سيد احمد. شكرا للزميل سيد احمد الطباخ. فقره الكاريكاتير هذا المساء تتناول موضوع العمل الخيري والتكافل الاجتماعي، اتمنى ان تنال اعجابكم ريثما ننتهي من الرسم. شكرا للزميل سيد احمد الطباخ، العود اليكم. فقرة الكاريكاتير هذا المساء نتناول فيها موضوع العمل الخيري والتكافل الاجتماعي، أتمنى أن تنال إعجابكم ريثما أنتهي من الرسم. شكرا للزميل سيد أحمد، أعود إليكم. زميل الفنان بونا داف،
سنبقى على تواصل معك بطبيعة الحال. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وأعود إلى ضيوفي الكرام. فضيلة الشيخ، كنت تريد أن تسأل الدكتور قبل أن ننتقل إلى أسئلة الفقهية. نعم، سؤال أخير. هذا الحديث السكري كان شبه يتم يدير الحب، هذا حب السكر فتاي، والله هذا اللي هذا السكر اللي عود التواط، هذا اللي قال له ذاك اللي أعشاب، والله لبي ساكن اللي فيه الماء، هذا أيوه شبه لصاحب السكري تم يعمل فتاي. هو هون خرس أخف الدار كانوا يشحنوا محلي بالسكر الأبيض، والله شيء محلي برواية فيها لا طعم السكر، لكن خارج شيء قالوا ستيفيا طاري ذلك، وهو اللي قالوا ستيفيا معدل أصلا من ربيعة كان يعرف به في أمريكا اللاتينية، يعرف به السكر، هو اللي ركعت إياها منصوح به بعض، هو اللي مرجع له ركعت إياها. بالنسبة للي يفر فيه أسبرتام هو اللبور كان يحل به، مشكلته عنا نحن نقضه دائما وراء لوكي، نقبض وراء تاي بنا فتاي نديرو فتاي وتاي دائما وراء لوكي، وهو يزيد امتصاص السكريات في القذاء اللي قبض رقاش امتصاصهم وهذا عنده يزيد السكري، يزيد هو يزيد نسبة. مثال عن الرقاش تقدر كان ده يعود عنده امتصاص سكري في انتستينال، يعود عنده امتصاص كان وكان ما والله شيء عنده 30%، هو يزيد لك النسبة يعني 40-50%، أنا عنه هو المشروع دي. وش من الناس اللي ما يتحمل قاطع طعمته؟ ما تهتمت هو من نعم. طيب دكتور، هناك سؤال مهم جدا طرحته زميلة عزيزة من السيد أحمد في عنصرها التمهيدي، قالت إلى أي مدى يمكن الانتفاع بفوائد الحمية التي يوفرها الصوم، خصوصا في هذا المجال في هذا التخصص، يعني في أمراض الغدد، هذه الحمية الغذائية التي يوفرها الصوم؟ هو هنا شاه بالنسبة للحمية الغذائية كيفها؟ رجيم قالت إنه هو يخلق بصفة تلقائية للإنسان، الإنسان صايم. الصوم يعني عود الصوم مديور منه رقاش لاهي 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 الصوم ولا يفقد الوزن، ما يزيد وزنه، يعني شو الناس يزيد وزنه في زمن رمضان، شو الناس نقص وزنه. هذه حالة مرضية ولا شيء؟ اللي ينقص وزنه اللي شاك عنه لابد له من يوكل، اللي ايه اللي ما كان يامس والله. اللي يدارك فيه. معناها عنه لين يعود فيه نقص وزن. نقص وزن دائما ربح، وزيادة الوزن دائما تبرتية. لين يعود فيه نقص وزن، فيه اللي في دراسة مالها شيء خلقت في بريطانيا. شافوا عن السكري عنه خاصة النوع الثاني يقد حكمه ان ينقطع عليه، منين يعود رقاش فقد عدل الرجيم، منين فقد وزن لباس به من دون عنه يتعرض لسوء تغذيه. شلاه يخرج له يعود الخلايا اللي في البنكرياس كان مقطيهم الدهون، منين قالوا عنهم يوك الدهون ما ترجع لهم وظيفتهم الاصيليه. زين ما يعود كيف ماكينه وعد. نعم. والنوع الثاني هو الضعيف من السكري والله. النوع الثاني من السكري هو الضعيف والله، هو القوي حتى. هو المنتشر النوع الثاني. ذاك هو الضعيف. لا انه يداوى بالحب ويظهر، غير مشكلته عنه دائما تخلط معاه التنسيون ويخلط معاه الدسوم ويخلط معاه. والنوع الاول فوق والله وراه. النوع الاول ما هي ياسر، ما اكثر 8-10%. ويداوي لا بالدقة. أنا ذاك أقول متين. نعم. إذا متين بالنسبة لقضية أنستين. غير عقد النوع الثاني. إذا أعزائي المشاهدين، أعتذر من ضيفي الكريمين، مع ركننا الثالث في هذه السهرة أو هذا السمر الرمضاني، وهو ركن الجاليات، ومع الجالية السنغالية الشقيقة وزميل حمزة علال. ما
بوك ييغا خامني ньоني سيتان راواتي ني موريتاني اك بيتيم ريو. نحن جالية سنغالية نعيش أجواء رمضان بتبادل الزيارات وإفشاء السلام، فشهر رمضان يمثل الكثير بالنسبة لنا، فهو خير أشهر السنة وله مكانة خاصة في الإسلام، ففيه تضاعف الأعمال وهو فرصة يجب استغلالها بشكل جيد وعدم التفريط في الطاعات. في رمضان نزاول أعمالنا بشكل طبيعي، نقرأ القرآن ونصلي في الجماعة ونحرص على الإكثار من الدعاء والتفرغ للعبادة في هذه الأيام المباركة. إذن كان هؤلاء بعض أفراد الجالية السنغالية الشقيقة في بلادنا ومع زميلنا حمزة علال. وأعود إلى ضيفي الكريمين فضيلة العلامة الشيخ أحمد النيني ودكتور البو البخاري أخصائي أمراض الغدد. فضلت الشيخ في موضوع الصلاة، هناك من ينام طول اليوم بسبب الصيام ما يجعله مفرط في الصلاة، وهي الصلاة معروفة لأنها أقدم من الصوم، هي بعد الشهادتين تصبح الصلاة هي الركن الأول مباشرة. جيد، هذا وارد. يلا ننتبه عن الصلاة، عن هي عماد الدين، وعليه كثرة النوم قاع في النهار للصائم مكروهة. يلا من السحر وعقاب الليل يلا ما نرقدوا حتى نصلي الصبح، لأن الصلاة أهم من الصوم، والصلاة من أضاعها فهو لما سواها أضيع. ونحافظ عنا نصل الأوقات كاملة في المسجد في رمضان وفي غيره، معناها عن النوم عن صلاة الظهر وتحد القد عن سابقه هذا ما يتواسى، ولا عن صلاة الصبح ولا عن العشاء، قال العشاء الحديث فيها من نام لا نامت، معناها عيناه لا تنام يوم القيامة، معناها لا يرتاح. وعليه علينا أن نحافظ على الصلوات في بيوت الله تعالى. الحديث فيه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء صلاة حيث ينادى بهم، معناها حد هام يموت مسلم على الإيمان يلا يحافظ على الصلوات فيصليها في بيوت الله تعالى. وفي الحديث بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وصلاة العصر والظهر والمغرب كل صلاة فما يراقب في أدائها في بيوت الله تعالى به لله، حد قاع توضأ في بيته فخرج إلى بيت الله، كل خطوة وضعها يرفع الله تعالى له بها درجة ويحط عنه بها سيئة، معناها ترفع درجاتنا بالتوجه إلى بيت الله تعالى وتمحى عن السيئات، وهذا هو أعظم شيء، أعظم شيء حد يعمل لأجله. الصلاة أول شيء يصلى عن الإنسان وهو على الصراط هو الصلاة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. منين يعود حد فوق الصراط؟ أول سؤال هو عن الصلاة، بحالتنا ما هي تامة لا يعود أكثر صعب، وعليه المسلم يا الله يعود عن رصيد من النوافل تجبر بها أخطاؤه في الصلاة. إياك اللي منا مرة توضأ وخلل مع من أعضاء وضوه ما وضاها، ما أسبق الوضوء والله بقيت قاع عليه تو سيدة ترقع ذاك وعليه يلا نتم كل صلاة سابق تنافلة نصلها سابقها وراها، معناها العصر وحدها هي اللي ما وراها نافلة، والمغرب هي اللي ما سابق تنافلة، والصبح هي اللي ما وراها نافلة. اللي خاطي هذا من الأوقات نتموا نصلوا سابقوا النوافل ونصلوا مراه. نعم. إياك نجبروا الخلل اللي قد يكون وقع دون أن ننتبه له. شكرا، شكرا لك فضيلة الشيخ. أنتقل إلى ضيفي دكتور البو. دكتور البو، أنتم أخصائي أمراض الغدد، السكري طبعا من أهمها. الملاحظ أن مرض السكري بدأ يتفاقم في محليا، برأيك ما السبب؟ هل يعود إلى العادات الغذائية، نمط الغذاء الذي نتناوله، أم يعود إلى المواد التي نستخدمها نستهلكها؟ هو تكاثر مرض السكري بالنسبة للشعب الموريتاني عنده عوامل. أولا الناس كانت في البادية وشافت السكري في الأشرة لا تحرف على تركب الوتاد،
ومدي غيرت طبيعتها الغذائيه من اصحاب حتى ياسر من السكريات ما كانوا ياكلوا وياسر من الكثير ما يعرفوا اصلا ما يعرفوا لا ولا يعرفوا هوايلهم ولكن قلت الرياضه مدلي وخاصه خارج روايه مدي روايه انا لاحظتها هو اتاي الموريتان هو يشرب اتاي صحيح وقدر يشرب 5 أيام 6 أيام والناس تحلي بزقيبة منها دقيق تحلي بسكر دقيق نعم ما هو سكر البك والله الصاقر كان خارب ونأخذ عندنا الصاقر الدقيق اللي هذه الصاب منه لا هي شي تحت يبقى تحت أنا عنه لا هي تم يحلاو يحلاو ونين وعياو يشوني إنش من الناس عياو يكتبوا تاريخ شرائهم له زقيبة السكر اللي يعود عليها 2 أسبوع أو 3 أيام تفرع وتعود الأسرة تكون لها من 5 رواقيش معناها عن كلهم في أسبوع على 2 أسبوع تستخدموا كان 5 كيلوات ولا 6 كيلوات نص لكن ماذا عن العامل الوراثي إذا كان أسلافنا العامل الوراثي لابد منه في خارج العامل الوراثي مهم به اللي حكايه الأمراض فر عند لابد العامل الوراثي فيهم يلعب دور أساسي أساسي وهو اللي السكري ملاهمة الله يسلمه السكري النوع الاول ملامه مالت الصوم السكري وهي. عند الناس الكبار الاول شنو عايد بالضبط؟ نوع الناس يقبضوا الدقه الانسولين الانسولين وهون الدراسات متناقضه فيها واحدين يشبروا عنه يزيد السكر ويزيد نقصان السكر معناها زبراط المرضى عنهم يبعد عندهم ياسر نقصان السكر عندهم ياسر زياده السكر واحدين يشبروه ايجابي معناها عن فيه تناقض ودراسات ما هي علميه شو دراسات observation اللي معناها مشاهدته ملاحظة غير هو قاعد الطب يبني على روايتين اللي منه الطب ما هو كيف الحساب 1+1 كل بلد يقرأ عنه يساوي 2 الطب معناها في شيء مشاهد نعم وهو الأساسي وفي شيء وفي اللي فوندمنتال قال اللي علمي مديور هي شيء وذاك دائما يعود متأخر شوي بالنسبة للي من المشاهد نعم والدراسات ما فيها قبال دراسة ذيك ثبتت عن نعم عن رمضان والله الصوم عنده تأثير سلبي للسكري ما هو في حالات خاصة معناها عن رجال هنا عنده مريض عنه مرضى بعض يعود على هذي منهم قد يصوم ما يقدر يصوم نعم شكرا دكتور البو مشاهدينا الكرام بعد الفاصل وقفتنا مع اللغات الوطنية mbokini setani ni ngi fi ci sahara ramadani manam gudni ramadan ci sen national television mauritanie bi ngeen tamu waxtan fi nak don fi war fi waxtan nak ponko bu am solo di ahkamus sala as-sala wa ahkamuha ande sen nak sunu mbok sunu natango imam abdurrahman fall nuyul mbokay mbokay julit ni setan ñu ngi len nuyu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mukhtar واو امام عبد الرحمن فال بنوني الصلاه واحكامها نغاكم مني فرام فاتي ب مبوكاي سما جيرغي من تي ام ديغ ديغ من تي ام جارين الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الصلاه واحكامها دغ يالا دا فا نيك لو خامن لو ريلا نختي جولي واو وعماد الدين كني جولي سي بوبام موم موي بونكو الاسلام بي غنا ماغ اوب دولي بيغا خامني ني موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم دافكو مثال ني لو ان نارم بباب احدكم نخ بو كين سي يين كي سي بوبام ديخ بو جارون سي بونتو ني سي بونتو كرم ولا بونتو نيغام يغتسل منه كل يوم 5 مرات موي موتي سانغو بيس بو ني جرومي يون هل يبقى من درنه شيء نخ موم سي بوبام درام بي يرامم دار دي سي تيليم سي تيليم قالوا لا يبقى من درنه شيء جرومي يون سي بيس بي جرومي يون سي بيس بي موني بونو سي بوكو دي سانغو
يو ci sa yaram dara dara ci tali ku ne xam nako kan ni nak mu ne fa zalika salawat al khams akuma qala sallallahu alayhi wasallam dal ni kon nak julli jurom nak nonu la mel kon nga gis ni kon julli mom moy ñaare lu ponku l'islam ginnaw bu nu duggé ci ginnaw ba nga sédéne amul ben bur bu nu jaamu deug deug jaamu lul yalla subhanahu wa ta'ala takat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla yalla sallam moko yonni julli mom mo ca top la nuy ñeuk yalla sallam limuy ñeuk laaj doomu adama bi bis penc ci jëf yi moy julli كني لين لين جك أتي موي جولي صباح خفان صلاحات صلاحات ما في ما ما بعد كني صباح خلا تطوب يبقى دال دال دباغ صباح خل لا تجلس كن دوت كن كن جيسني كن جولي كن واحد جيال مختار لو أم سلالة لو أم سلالة لو مغ تدوم وآدم يرخاتين الدولة تيوير كور بينو نك كن جيسني كن كن نيت كتيبو بام خمني جولي لو مغلا لقينك جو بو جوجي دجولي كن نيت كي ورنا خملا موي جولي deug yalla man buma xamé ni li magna lu magla kon man warna xam kon lu reey la ci sama dundu adina ak al-akhirah warna xam kon li lan la wara doon kon gis yow mi jog li julli jappal ba sel isbaghul wudu jappal jappulu sel nga dal di dem fani julle farka'u ma ar-raki'in demal fani julle makna nga dem ci jakkaje sude gor nga dem ci jakka julli ndok mboloma gis nga bo de julli nga ñew taxaw jakarlo ak yalla subhanahu wa ta'ala lepp nga jox ko ginaaw nga daldi fasiyene ci sa xol gis nga mu bekk mu nek ci akami la ni wax lepp ci bir mu dal nek ben ponk nga gis ni kon yene bobu nga daldi yene ci sa bir xol ni kat yow da ngay julli yalla subhanahu wa ta'ala ngay jullil kan yow kat yow lepp bayyi nga ko yalla subhanahu wa ta'ala nga jakar lol gis nga zainab ibn abidin nenañ ni su masana japp di dem su masana japp rek sunu masana nodd ba muy japp da ngay gis yaram bi da fay day soppeku day xonk ñu dal di koy ñu dal ni ko wa imam ñun dañu gis boké mu leen yeen xana xamul leen ni al ta'rifuna amama man saqif xamul leen man ci kanamu kan lay taxaw ci kanamu kan la nara taxaw yalla subhanahu wa ta'ala ci kanamum la nara taxaw kon nga gis ni kon lu mag la lu reey la yow nga taxaw ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala tay ji tay ku demone gendarmerie wala police wala nga wara jakkalo president di nga xam da ngay taxawé kon yow ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala ngay taxaw nga taxaw bu jek taxaw bo xamni ni ka taxaw toroxlu taxawlu soufé sa bop ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala fasiyene de julli bu sel julli ko doko julli kenn ku dul yalla subhanahu wa ta'ala mu yene nga daldi yekati say loxo ca kaw da bamu tolok say kere nop nga daldi wala say mbag nga daldi allahu akbar yaani allahu akbar min kulli shay nga daldi xamni yalla subhanahu wa ta'ala mo gëna mag lepp mo gëna mag ñepp mo gëna mag lepp baye nga ci sa ginnaw gis nga ni nga sanni say loxo ci ginnaw allah akbar sanni nga lepp ci sa ginnaw yalla rek subhanahu wa ta'ala mom nga jakarlol gis nga daldi nak jakarlok yalla subhanahu wa ta'ala duggu ci julli yaangi nak ci bir julli bi allah akbar mom mo lay duggal ci bir julli bi ponk la gis nga daldi tari fatiha gis nga tari fatiha yaangi deeyante ak yalla subhanahu wa ta'ala yaangi wax yalla mi ngi lay tontu nga tari fatiha bobu waxtu bi mo gatt meunuñu ko farañ fatiha bamu gëna mais nga tari sa fatiha ponk la fekk yaangi taxaw su fekke da nga wara taxaw bu nga daldi ci tek sar su fekke ni julli bo xamni ni timis la wala ge wala suba nga tari ko ca kaw su fekke yow do nga yaa julli su fekke ni imam la mu def non su fekke ni tisbar la wala takusan nga daldi koy tari ci suuf wala ñetteru rak timis wala ñaari rak ge yi yu mujju nga daldi koy tari su daldi tari fatiha nga daldi nak seug nak daldi japp say beuti om sa ginnaw gi nga daldi koy tolalé ba nga xamni bu nu soti won ndox ci digi ginnaw gi lén li da fay dem ci souf lén dem ci ginnaw gis nga kon da ngay jup xoc nga daldi fay def bir comme niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon lil musii salah ki nga xamni ni dafa yakun julleb mu nu nga def fab dir hatta tatma inna raki'an man dok mala sax imam waaw ndax te deug na amna kuma ñew fekkante ci jak sallallahu alayhi wasallam mu julli yow tam ni ko julli watam mom la lay wax ni moy al musi sala bi mu dikke mu dal dafa ñew dal di julli ñaar rak dal di ñew nuyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy delo nuyo gi ni ko ya fa salli fa nak lam tusall delul nga julli yow kat julli wulo mu dem def ko ba muy ñetti yoon muniko ya rasulullah man xawma dul li xamal ma ci la ko commencé jangal comme ni muy waxe ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa yek ci kaw minbar ba daldi kabar daldi julli ba pare dalni julle ni ngeen ma gisse may julle dafa yek ci kaw ñepp diko gis mu julli ba pare woni sallu kama ra'aytumuni usalli julle ni ngeen ma gisse may julle kon gis nga kon nga daldi roko dal fa nak do seug rek sigi mais da nga fay dal def fa dir lu mu neew nga def subhana rabbiyal azim
lumu new nga wax ko ben yon juroom ñet yon juroom yon juroom ñaar yon nga dal fa nga dal di jogaat dal di taxawaat gis nga rojo mina roko nga taxawaat bobu muni ko nga delu wat taxaw ba dal fa سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لمو نيو نيو تاخو دي علي عتال وطمانينه جيس جيس طمانينه تي لا بوك جيس nga nga dal di taxaw ba dal dogo dem nak yegg nak ci souf nga dal di nak sujoot sujoot tek sa je ci souf sa bakkan lal souf sa ñaari tenku loxay nga dal di koy tek ci souf say om nga tek ko ci souf say ciati baram yi nga tek ko ci souf nga dal fa tamit doko def men ni ginar guy ciof taf taf nga tek sa je juga tegar sa je dedet mbok tegal sa je nga dal fa lumu new nga wax subhan rabbiyal a'la bu leer nagn gis nga bari na mbok ay mbok yo xamni ñu ngi julli su ndon enregistrer dañuy wax buñ len ko tegalé ñom dañ nan xii ki xana dafa dof ñom sen bobat bala muy yegg ci keneen non leble rek ken xamul no ken du xamul so ken xamul lu ñuy wax yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musa kon gis nga kon mbok nga daldi nga wax ju leer nagn yalla ngay waxantel subhanahu wa ta'ala mom ngay deeyantel subhan rabbiyal a'la sa xol and ci salam ñim ci lu mudde sa xol ci and nga teyal ko nga daldi ko fay wax ñetti yoon juroom yoon wala juroom ñaari yoon ba dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ki aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih huwa sajid nit ki mi ngi gëna jëgé borom mo fekk mo mi ngi sujjoot faksaru du'a yokku len fa seeni ñaan ko ko ma qala sallallahu alayhi wa sallam nga dal di fay ñaan fekk suu xelaw nga fa gis nga fekk sa xela nga fa sa xel du nekk ci boutique ba sa xel du nekk ci marché ba sa xel du nekk ci ballon ba sa xel du nekk fenen sa xela nga ci julli gi mbok nga dal di delsi wat dal di togaat ci digënté ñaari ruko yi tok ba dal lu mu neew nga ne rabbi ghafirli ba dal nga dal di delu wat dal di sujjootaat so pare nga dal def ni ci su julli yeb ni la ko jangale won waji nga waxon legi sahaba bobu radiyallahu anhu ni la ko jangale sa ni la nuko jangale mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ko julit mbok ni koy julle mu nek rak'a bu mat nga dal di jogat dal di def lu mel nonu ku def li mbok def nga julli bo xamni ni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan julle non la ko jangale te nak ani am yaakar su andek xol bi and ci ni ken torox lu gi and ci lepp and ci ñu yaakar ne yalla subhanahu wa ta'ala dina lako nangul fa tabarakallah imam ibrahim abdurrahman fall way do mole sax am nañ nga xamni julli dal duñ ko safontal da ngay gis ku dem bo doxibu son rek neena nit mbojeen yalla yeneen ci njaay ñoo dal yepp loxam suuf rek tim rek kabar boko waxe mun la yalla yermandem yatuna gis nga ken nga yalla yermandem yatuna lol de waw waye inna shadidul iqab tamit yalla subhanahu wa ta'ala bo mbugal mo tar la te gis nga julli bo julle ba pare imma dafa lay ñaanal wala mom ci bopam mu di la reub kané bo julli bu baax day yek mun hafizakallah kama hafaztani yalna la yalla sam ni nga ma samé mu jégg ñu tijjul ko mu dal di dem su fekké ni nak ni yow sa julli baaxul da nan dayyakakallah kama dayyatni nga dal di su ko défé julli bi néna dang koy taxagn bu jogetu du wessu sa bop ñu taxangum ki dal la koy door ci kanam neena ni door bimu la lepp koy deg ba mu dess kat ki nga xamni ni moy nit ak dina ñom rek ñom ñoko dul deg leneen lu meunti doon dina deg lool kani kon yow mbok bari na ñuy julli ño xamni ni ñu ngi julli seen julli di leen repp mbok moytul jullil ta nga xamni julli bi mo lay jariñ adna mo lay jariñ alakhirah raxatina dol ci wéru koor bi bari na ño xamni ni mbok dina lu julli sax ba paré duno dinañu wor duno jul kon wa tabarakallah wa imam abdurrahman fall waxtu mu joxone jeexna tak kon ngi len sante di geureum bu baakha baakha naka sax tagoto xeju fi kon ma ngi len di sante yeen do sen bax di delo na micro bi sama natango ul tabakh mu daldi continuer waxtan bi shukran li zamil mukhtar gay wa li dayfihi al karim fadilat al sheikh abdurrahman fall wa ahlan bikum من جديد مشاهدينا الكرام في سمرنا الرمضاني على الموريتانية. أعود إلى ضيفي الكريمين وهما فضيلة الشيخ العلامة أحمد ولنيني ودكتور البوء البخاري أخصائي أمراض الغدد. فضيلة الشيخ ورد في تقديم زميل يب مولاي الحسن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الإسلام والشرك ترك الصلاة. معنى هذا الحديث أنه تارك الصلاة كافر؟ جيد. تارك الصلاة قيل بكل في الحديث فيه من ترك الصلاة عمدا كفر.
قيل إنه كافر وقيل إنه لم يكفر إلا أنه كفر دون كفر قارب الكفر، وعليه فمن ترك الصلاة يقتل شرعا. هل يقتل حدا أم كفرا محل خلاف، المهم عنه يقتل. هل على أنه كافر والله على أن هذا حد يطبق عليه، هذا محل خلاف، وهو على كل حال كفر دون كفر لأنه فيه الإيمان، الإيمان مستقل والإسلام هو اللي منه صلة، وعليه يكون فاسقا عاصيا وفيه كفر دون كفر، ليس هو الكفر البواح الصريح. ماذا عن الأحكام الشرعية في التعاطي معه بخصوص الميراث الزواج ما دام في هذه المرحلة؟ جيد، هو يبقى مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان لأنه لا يصلي. التعامل معه يعني يوجه للصلاة به اللي هو فاسق فسقا عاليا، والشريعة تقتله لأنه لا ينقال عنه يقوم يصلي، وبحالة أنه ما بقي من الوقت إلا قضى ركعة يقتل، كما هو الحال في الوضوء. حد ما اللي ما توضى قالوا عنه يتوضا ولا ما عدله، هو قاطع للوضوء ولا هو ماسي عنه ما هناك الوجوبه، هذا ايضا يقتل عليه. من يقوم بهذا؟ الامام مثلا والشخص في بيته؟ لا 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 لا، السلطه فقط هي اللي مسؤول عن هذا، ما هو الشخص في بيته به اللي لو فتح هذا لهذا كله يتم يقتل الانسان. نعم. بانه ما صلى فقتله، لكن ما عنده فيه الحق، لا بد من القضاء هو اللي يتدخل ويكيف الوضع ويشوفه ولا ينفذ ذاك اللي. إذن الفاسق يهجر حتى قاعنا المحافظ على الصلاة، حد رب أسرة يتجه آخر ليه شغل المسجد ويتوضا، وشيخ وقور محترم غير الدار فيها أحد ما يصلي من أبناء والله زوجة والله شيء، وهنا يحصل مضيعا للصلاة لأنه آوى من لم يصلي. محافظون تضيع له ليذروه في زمرة المضيعين يحشروا وراهم الشيخ صلي شغل المسجد عقاب الليل وهو بالمه وكل شيء، يعني هو عارف عن فم حد ما صلى ويسمع له لعد ما سمع له، قال يكروا آخر لعد بعد يسمع له ولا وعاه انه صلي من لبناء والله من الدار، هذا خطير. يلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه النار يلا كل حد منا يقي نفسه هذه النار ويقي أهله النار. أنا أحد معاه في المنزل يلا يطبوا عنه تنوعة الساعة الخامسة للزمن قال العشرة ياك يتوضأ ويصلي مع الناس الخامسة، وعدم اللي يحافظوا على الطهارة وعلى الصلاة بأركانها وشروطها. شكرا فضيلة الشيخ. دكتور البو، سويتكم قبيل عن أسباب تفاقم ظاهرة مرض السكري وشرحتم مشكورين، ولكن كيف يمكن أن نتجنب أو نحد من هذه الظاهرة؟ بمعنى كيف يمكن أن نتجنب الإصابة بالسكري كأشخاص عاديين؟ هو تجنب قوال ما يصح به اللي واحد عنده عامل وراثي السكري، ما هو له يكبر في السن ما جاه ما عاد في السكري، اللي هو مرض مالي يزيد مع كبر في السن، لكن في التانسون يجي مع كبر السن غير بعد حد مازال صغير انين يحافظوا عليه. عنده حد في اسرته ما يعني هنا باستبعاد العامل الوراثي مثلا ما عنده حد في السكري. ما عنده حد يعود عنده عاس من يعدل الرياضه يعدل ممارسة رياضيه ويعود عاس من هاي السكريات اللي الباط عنده قذا ان اليمنتاسيون سان ان اكتيفيتي فيزيك ريغليير، هذا كافي. يعود الصا عنده العامل الوراثي هو ودي هذه الروايات كانت تعود تشدد فيهم، هو من رقاش ما عنده العامل الوراثي وتم دائما يعدل فحوص بالدوام به خاصه من عند 50 سنه اللي هو اللي اصبح عاده عرض شوي، ياكنين يفطن له مرحله يعود يباشر مع طبيبه وياك يعرف اذا عنده. بالنسبه للعامل الوراثي هو هون اكبر فرص الاصابه به بالنسبه للانسان اللي والده مصاب بالسكري ام الانسان اللي والده مصاب بالسكري؟ وهم الاثنين واحد نسبه متساويه واحد. نعم.
نعم، شكرا لك دكتور البو. مشاهدينا الكرام، تتواصل فقرات هذه الحلقة من هذا السمر، والآن مع ذاكرة الخيمة الرمضانية، وهي الليلة استحضار للمرحوم الدبلوماسي والكاتب والناشط الحقوقي السابق محمد سعيد الهمدي مع الزميل شيخنا الأحمد. دبلوماسي محنك وكاتب متمكن وهب حياته لخدمة الوطن بتفان وإخلاص، محمد سعيد والهمدي ذاكرة الوطن السياسية والفكرية والدبلوماسية، وعميد الصحفيين وأحد الرجال المساهمين في تأسيس الدولة. في 3 مايو 43 و900 ألف ولد محمد سعيد والهمدي في مدينة أطار عاصمة ولاية أدرار شمالي البلاد، وبدأ في سنوات طفولته الأولى الدراسة الابتدائية في مدرسة كنوال، وبعد سنوات الدراسة في الوطن انتقل إلى مدينة سين لويس السنغالية لدراسة المرحلة الثانوية، ثم توجه إلى فرنسا فتخرج من معهد الدراسة الاقتصادية ومركز تكوين الصحافة. بدأ مشواره المهني بعد عودته إلى الوطن سنة 68 و900 ألف بالعمل في المجال الصحفي، فكان ضمن أول طاقم يتولى إصدار جريدة الشعب. في العام 72 و900 ألف بدأ تجربته مع العمل الدبلوماسي مستشارا بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، كما عين مستشارا بالسفارة الموريتانية في واشنطن سنة 75 و900 ألف. انتقل بعدها إلى العاصمة المغربية الرباط مستشارا بالسفارة الموريتانية هناك، كما شغل منصب سفير موريتانيا لدى الأمم المتحدة ومنصب الوزير الأمين العام لرئاسة الدولة. وخلال مسيرة حياته ظلت خدمة الوطن والانحياز للقضايا العادلة السمة البارزة ليلهم ودي، الأمر الذي جعله يحظى باحترام مختلف الفرقاء، وكان الوطن بالنسبة له فوق كل اعتبار. رحم الله العميد محمد سعيد والهم ودي وأسكنه فسيح جناته. شكرا للزميل شيخنا والأحمد، ورحم الله فقيدنا محمد سعيد والهمدي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. فضلت الشيخ، هل لديكم ذكريات مع المرحوم سعيد والهمدي؟ المرحوم رحمة الله عليه أعرفه شخصيا، وهو باحث وكاتب كبير من الشخصيات الوطنية المعروفة. رحمة الله عليه أعرفه بخلقه المعروف وبثقافته الواسعة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. شكرا جزيلا فضل الشيخ. دكتور أنا سامي. إذن شكرا لكم دكتور، أقصد فضيلة الشيخ، بالنسبة لنا كمالكيين موضوع الصلاة دائما، هل يجوز لنا الأخذ بفتاوى أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى مثل الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة في مسائل الصلاة تحديدا؟ جيد، حتى ولو تناقضت مع فتاوى إمامنا مالك رضي الله عنه. جيد، الأمور يرجع إلى المذهبية، والمذهب ما ذهب إليه إمامه من الأئمة المجتهدين في الأحكام الاجتهادية استنباطا واستنتاجا. فمعناه أن مثلا الحكم إذا كان له نص صريح صحيح من كتاب وسنة، هذا ليس مذهبا لأحد، ليس مذهبا لمالك رضي الله عنه ولا للشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة. المذهب هو في حالة عدم وجود نص صريح قاطع يقع الاختلاف في فهم ذلك النص، وهذا هو محل التمذهبي. ومعروف في الفقه أن المالكية له أن يصلي بالشافعي، وجهاز اقتداء بأعمى ومخالف لربه، لهذا هذا كلها عند غصن من الشريعة الإسلامية. ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذي الرتبة المنيفة، فكلهم على هدى من ربهم. معناها عنهم كلها أخذ بغصن من هذه الشريعة، من هذه الشجرة اللي هي الشريعة الإسلامية، كلها فهم فهما له ما يعضده، ولم يقل أي إمام شيئا من عندياته، وإنما يستنبط
من الكتاب والسنة. وعليه احنا مثلا عندنا القبلي والبعدي كمثال، لأن الإمام الشافعي مثلا البعدي ما هو عنده، الإمام أبو حنيفة القبلي ما هو عنده. احنا إمامنا جمع بين المذاهب بين الأدلة، فجعل في الزيادة البعدية وفي النقص القبلية، والأئمة جميعا متفقون يسوى الشافعي ويسوى أحمد ويسوى مالك ويسوى أبو حنيفة على صحة صلاة من قدم البعدية وصحة صلاة من أخر القبلية. معناها هذا كامل كله أغصان للشجرة هي الشريعة الإسلامية، وكل إمام له أدلته فيما يراه بأيه اهتدينا اهتدينا إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، إلى ركننا الخامس في هذا السمر الرمضاني المباشر على قناة الموريتانية، وهو في رمضان، ويتحدث عن العمل الخيري في هذا الشهر الفضيل، والزميلة طيبة بنت الغوث. في رمضان يكثر الإقبال على الأعمال الخيرية، وتتهاتف الجمعيات والمنظمات لتقديم يد العون للمحتاجين بطرق مختلفة من أسمى تجلياتها في الشهر الفضيل، نصب خيام لإفطار الصائم في مناطق متفرقة من العاصمة تستهدف المارة من المحتاجين والمستضعفين، إضافة إلى أنشطة أخرى متزامنة في عدد من مستشفيات العاصمة والأحياء البعيدة. هذه جمعية بسمة، والحمد لله منذ 13 سنة وتواكب هذا العمل الخيري، وخاصة موسم شهر رمضان الكريم. وتتميز الجمعية عندها عدة أنشطة في رمضان، منها إفطار طلاب المحاضر، وإفطار في المساجد، وإفطار في المستشفيات. يبدو المشهد هنا مألوفا، وكأن الخيرين ممن أرادوا الأجر والثواب عند ربهم يتسابقون للفوز به بتقديمهم لهذه الخدمات. جزاهم الله خيرا، هو الشباب اللي هون ان شاء الله قائمين الياس من الاعمال مده رمضان، دائما يخدموا الوضع، دائما يجهزوا الناس الفطور سابق الحبر. جزاهم الله خيرا، قال الناس دائما تعاون معاهم، واحد ما تعاون معاهم في النوار ما باخذ شيء. جزاهم الله خيرا، يدوروا منه دائما. جزاهم الله خيرا. كان اختيار هذه الجمعية مناسبا إلى حد كبير من حيث الزمان والمكان، لتجد فيها هذه السيدة ما يروي عطشها بعد يوم صيام في أروقة أحد مستشفيات العاصمة. الطب ضر في خمسة أيام، جيت يوم الجمعة هذا العاد، وننعاد لي يا رمضان ليالي الخيمة مبنية، وأنا أصلا زين عندي الخيام، وجيت للخيمة وظليت تحت ويا الخيمة هرقة خيمة خير. خيمة خير، وعدت نختار نشوف تحت الفطور، عدت نختار نفطر تحت الخيمة أنا والعليات اللي معايا رعيني، ولا قد اللي بعد وسوالي اللي فاتح سووا منه. تتضاعف الحسنات في الشهر الكريم ولخصوصيته، يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. شكرا للزميلة طيبة بنت الغوث. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا، وننتقل إلى وقفتنا مع رسامنا الفنان بونا ولداف. بونا، ماذا عدت لنا الليلة؟ ليلة عدت كاريكاتير حول يكثر في رمضان الرياضة، واحدين عندهم زيادة في الوزن، عندهم السكري، عندهم ارتفاع الضغط، هذا سبب وشنهو؟ عندهم فائض كبير من الاكل. نعم، هذا كان يتكلم عنه الدكتور واركاسي في الوقت اللي فيه واحدين يباتوا في الخلا ياسرين، معناه انهم لو انهم اقتصدوا في الوكيل يصحوا هما ويسركم يقدوا تم عدوا الرياضه اخف. نعم، يستراحوا من الامراض ويعودوا هما اللي يعاونوا اخوتهم. التكافل الاجتماعي بدونه ما يقدر المجتمع يتقدم. احنا مجتمع مسلم، ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. العمل الخيري ما يلا يتوقف. أتمنى أن تنال إعجابكم الرسمة، وشكرا، أعود إليك الزميل سيد أحمد. شكرا جزيلا لك. بالفعل الفكرة والتنفيذ كان بحق رائعين جدا. أعود إليك دكتور البو. دكتور، أمراض الغدد بالتحديد هل يمكن شفائها شفاء مطلق، شفاء يعني نهائي، وهل يمكن أن تعود بعد نهاية مرحلة الشفاء؟ أي نوع منها؟ الأخطر والأكثر انتشار في بلادنا.
سكري ليس سكري، لا لا سكري من دي عنه اعتقد انه معروف عام الثاني هو حالات نادرة حتى الآن حالات نادرة ترى جدا نادرة فيها السكري هذا نوع افريقي هذا كيف اللي تكلمنا عنه اللي ملاهي عود النوع الثاني غير اعراضه اعراض النوع الاول عود زيادة السكري يمكن يقد يبرأ فيه 50% من المرضى يقد يبرأ عنهم السكري مدة 5 سنوات يعني 10 سنوات عقب رجع المرضى. بالنسبة لحكم الأمراض الأخرين القدرة الدرقية هي حالات تبرأ في حالات تبرأ لاحظتوا هذه فيها نقص القدرة في حالات تبرأ وهي زيادة القدرة مال كلهم عندها نسبة 52% في اللي تتم مداها يعني يترك الدواء يرجع للمرض. شكرا جزيلا لك دكتور. فضلة الشيخ مطلوب الخشوع الشديد في الصلاة لدرجة خصوصا أثناء تلاوة القرآن. نعم كما تفضلتم الخشوع بعض الفقهاء أوجبه في الصلاة حتى أن بعضهم قال إن من لم يخشع في صلاته تكون صلاته باطلة مع أن هذا الحمد لله ليس هو المعتمد غير بعد ملي هو مندوب في الصلاة به اللي يا الله حد يخشع. ابن عاشر يقول والسجود بالخضوع هو آخر البيت عنده. هذا الخشوع يكفي أن يكون في ركعة واحدة من الصلاة والله في ركوعها والله سجودها، أما خلوها منه ذاكره لا ينبغي يا الله حد لا يعود خشعة إذا يحصل الخشوع. الحمد لله حتى تأمل فيما قرأ حد مثلا تأمل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فعرف أن الحمد هو لله تعالى وأن الله تعالى هو الذي يستحقه وانتبه إلى أن هذه اللام هي لام الاختصاص معناها الحمد يختص به الله جل وعلا من هو الله الرحمن الرحيم ففهم أن الله تعالى رحمن ورحيم وأنه ملك يوم الدين هذا حد تخمم معناه يعتبر خاشعا. الفقهاء قالوا عن حد أحرم في الصلاة عنه لكي يكون خاشعا عليه أن يصور أن النار عن يساره والجنة عن يمينه وعنه إذا مات لا يدري هل سيكون إلى جهة اليسار ولا جهة اليمين هنا لا يخشع. ويا الله ما لحد ينتبه عند هذه الله أكبر معناها الله تعالى أعظم من كل عظيم أعظم من كل ما كنا نشتغل به وعليه فعلينا أن ننتبه إلى ذلك. حتى ملي فهم إجابات من رب العالمين حد منا قال في صلاته الحمد لله رب العالمين يقول الله جل وعلا مجدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي معناها فهم إجابات تعدل لنا ونحن في صلاته ننتبه لها ونعرف أن الله جل وعلا يراقبنا إذا نحن ما نشوفه هو سبحانه وتعالى يراقبنا وعليه يا الله حد يؤدي الصلاة على أحسن حالة بركوعها بسجودها بجميع أركانها بخشوعها كذلك. شكرا جزيلا لك فضيلة العلماء. إذا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير نتابع فسحة السهرة لهذه الليلة. مساء الخير مشاهدينا الكرام. يتواصل السمر الرمضاني عبر قناة الموريتانية ونصل الآن إلى هذه الفسحة التي خصصناها هذا المساء للدراما الرمضانية ومعنا المخرج المسرحي إبراهيم السمير رئيس فرقة الشروق المسرحية. مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. طبعا شاهدنا عبر قنوات الفضائيات دراما جديدة بدأت تدخل على ساحة رمضانية، ما هي الرسائل التي ينبغي أن تحملها هذه الدراما؟ أولا أحيي شجاعة القائمين على هذه المسلسلات الدرامية الموريتانية التي بدأت تظهر على الفضائيات الموريتانية في الآونة الأخيرة. منذ سنوات بدأت موريتانيا تأخذ مكانها في الخريطة الدرامية رقم العثرات ورقم هذه الأشياء التي ما زالت النواقص التي ما زالت ملاحظة على هذه الدراما. أقول أنها بداية قوية وتحتاج لعدة أمور لكي تصل إلى المبتقى المرجو منها.
الدراما ضرورة أن تكون انعكاسا للواقع المعاش لدى المجتمع، وأعتقد أن هذه البداية التي ركزت على الكوميديا لإيصال الرسائل بداية يمكن أن يقال أنها بداية لا بأس بها، يعني بداية مشجعة. مشجعة فعلا، دراما قادمة من العدم استطاعت أن تدخل البيوت، لكن تحتاج الكثير من الأمور أن يتغلب على النواقص التي تعاني من هذه الدراما. يعني أستاذ إبراهيم، طبعا بالعادة كنا دائما ننتظر الدراما المصرية، الدراما السورية، يعني الدراما الأجنبية يعني بحضور. اليوم أصبح المشاهد الموريتاني يتابع الدراما المحلية، يعني هناك إقبال، يعني هذا شيء مبشر، يعني مؤشرات. طبيعة الشعب الموريتاني شعب فرجوي متعطش لكل ما يخدم الفرجة والمتابعة التلفزيونية، متابعة بدرجة كبيرة لما يقدمه التلفزيون. كما قلت، في السنوات مع بداية التلفزيون في موريتانيا دخوله إلى البيوت، بدأ الموريتانيون يتابعون المسلسلات المكسيكية والهندية والمصرية والسورية. نعم. واشترار هذه الثقافات المختلفة عن ثقافتنا. أهمية الدراما الموريتانية كونها تنطلق من الواقع المعاش للثقافة الموريتانية، وهذا شيء إيجابي جدا ويجب أن يشجع ويجب أن يساعد لكي يعالج القضايا الاجتماعية والتي يعاني منها المجتمع الموريتاني كغيره من الشعوب. هناك مشاكل وهناك اختلالات في المجتمع، يمكن لهذه الدراما إذا سلطت عليها الأضواء أن تجد لها حلول وأن تنبه في خطورة بعض المسلكيات الضارة في المجتمع. جميل جميل أستاذ إبراهيم. طبعا نظرة المجتمع للممتهني الدراما مثل المواهب والأوجه الجديدة، لا تلاحظ أن بدأ المجتمع يتقبل فكرة الانخراط في هذه في هذا العمل؟ المجتمع الموريتاني في البداية كمجتمع انتقل من نقلة طفرة نوعية من البداوة إلى الحضر، كانت له مواقف ربما يمكن أن نقول أنها ضد كل ما يقدم فرجوي، أو بالنسبة لهم كان الفن الأدائي وتجسيد للشخصيات بالنسبة لهم فن سيء السمعة. لكن مع مرور الوقت، مع التطور الطبيعي للتحضر، بدأ هناك تقبل، لكنه ما زال تقبل باستحياء. رغم أن في السنوات المقبلة بدأنا نشاهد أوجه شابة، أوجه جديدة تدخل على البيوت الموريتانية من خلال هذه الدراما، وما زلنا نتطلع إلى المزيد رغم النواقص الكثيرة المشاهدة في هذه الدراما. أستاذ إبراهيم، نحن نلاحظ غياب ظهور ممثلي المسرح في الأعمال الدرامية، لماذا أنتم غائبون عن الأعمال الدرامية؟ المسرح كما هو معروف هو أبو الفنون، المفروض أن تكون أن تستفيد الدراما الموريتانية من الفنانين المسرحيين الذين هم ممثلون من الدرجة الأولى. هذه المواهب الشابة التي ظهرت علينا في الدراما تحتاج لكثير، لو أنها مرت بالمسرح لكان الأداء أكثر احترافية وأكثر تلقائية، لأننا نلاحظ من خلال بعض النواقص التي تلاحظ على الدراما الموريتانية هناك تكلف بعض الممثلين لتقديم الأدوار. لو أنهم سبقوا أن مروا على خشبات المسارح لكان الأداء سهلا وتلقائيا أكثر. طبعا بالنسبة ل... أما مشكلة وجود ربما هذا يعود إلى المنتجين أو المسؤولين عن هذه الدراما، لم يتواصلوا مع الفرق المسرحية أو المشتغلين بالفنون المسرحية، أو أن المسرحي بطبيعته يحب أن يعطي قيمة لأدائه الفني، قيمة مادية ومعنوية. ربما ذلك يحول دون التعاون مع هؤلاء، لكن بالمستقبل هناك مشاريع، ربما نحن عندنا مثلا في فرقة شروق عندنا مشاريع أن نقدم في السنوات المقبلة دراما تلفزيونية تليق ب
بالشعب الموريتاني بثقافتي وتقاليد أرض المنارة والرباط. أستاذ إبراهيم، كيف يمكن برأيك النهوض بالدراما الموريتانية؟ يعني فتح شركات إنتاج إلى ما هنالك. هذا السؤال قيم أستاذ علال. أقول أن الدراما الموريتانية تحتاج إلى شجاعة من رجال الأعمال أن يستثمروا، علما أن رأس المال جبان، لا يمكن صحيح أن يستثمروا، أن يتحلوا بالشجاعة وأن يستثمروا في الأمور الفنية بصورة عامة، وخصوصا في الدراما التلفزيونية، لأنها عمل اقتصادي يمكن أن يدر دخلا وأرباحا إذا ما ارتبطت برعاة تقديم مسلسلات مع وجود رعاية من شركة معينة أو شركات اتصال أو شركات ذات خدمة عامة تقدم رعاية لهذه. وكذلك هؤلاء المنتجون يجب أن يتحلوا بالشجاعة، وأكيد سيجنون أرباحا من خلال هذه الدراما، لأن يمكن تصديرها للمحيط الجوار المتعطش لمعرفة الثقافة الموريتانية. وأؤكد لك هناك مواهب يمكنها أن تقدم دراما تليق بنا كموريتانيين. كلمة أخيرة للقائمين على هذه المسلسلات يعني في نهاية هذا اللقاء. الكلمة هو أولا أود أن أقدم كلمة أو نصيحة، هو الاهتمام بالجانب التقني لهذه الدراما. نلاحظ غياب أولا النص الدرامي لهذه المسلسلات، والمتتبع المحترف يلاحظ أنها ربما تكون لقطات تقدم في اللحظة، وهذا لا يخدم الدراما. يجب أن تكون هناك نصوص مسلسلات مكتوبة سلفا، وبعد ذلك يشتغل المخرج على تقديم هذه الدراما. كذلك الجانب التقني، الصوت والمكان والديكور والإكسسوار والمكياج غائبان في الدراما الموريتانية لحد الآن، ويجب أن طبعا هذه بعض الملاحظات. نتمنى طبعا لهم النجاح القائمين على الأعمال الدرامية الرمضانية، مزيد من التوفيق. وشكرا جزيلا لك المخرج المسرحي إبراهيم والسمير، رئيس فرقة الشروق المسرحية، ضيف الفسحة الرمضانية. إذا مشاهدينا الكرام، فسحتنا لهذا اليوم انتهت. الكلمة الآن للزميل سيد أحمد والتباخ. شكرا لك زميلي حمزة علال، وشكرا أيضا لضيفك الكريم الأستاذ إبراهيم سمير، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لنواصل معا ما تبقى من فقرات سمرنا لهذه الليلة على قناة الموريتانية. والآن مع الأسئلة الفقهية مع زميلنا محمد وللكوري. الأول هو تحديد صلاة التراويح. درت الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات دون شفاع الوتر، والله 10 ركعات دون شفاع الوتر. دور تبيين للقضية اللي مختلفة فيها بعض، بالرغم عن فماتية عن الليل كله عن تحديد يصلي جميع النوافل، غير التحديد اللي كان عبد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح مع شفاع الوتر. السؤال الثاني، احنا في نواكشوط ونسوي الإمساكية والإفطار المساكية، ونقول هاي بالنسبة لنواكشوط ضواحيها، درت ضواحيها تحدد إلى أين؟ سول الفقيه عن طفيلة فيها فروق الدم، ولين طال ما تقدات تخلق لها حالة ثقيلة مسيكينة، تكيث سخيفة، والله شي والله تفقد مسيكينة، تعود ما عندها طاقة وهي فيها فروق الدم، يا كانت قد تصوم والله ما تصوم. السؤال الأول يتعلق بزكاة الذهب، الآن تنتشر موضة أو موجة البحث والتنقيب عن الذهب، وتتضارب الأقوال في قضية زكاته، هل يزكى مجتمعا، هل يزكى متفرقا، هل تدخل تجهيزات ضمن مجمل الزكاة؟ أسأل عن تفاصيل زكاة الذهب. السؤال الثاني يتعلق بأطفال الأنابيب، بعض الأسر لا يمكنهم الإنجاب بالطريقة الطبيعية فيرجعون إلى طرق صناعية واصطناعية، منها أطفال الأنابيب، هل هذه الطرق جائزة أم هي غير جائزة؟ عندي سؤال فقهي، أستاذ في 4 رمضانات ولادي قد نصوم بي اللي طبيب محرم يصوم، أختي نعبة كان علي كفارتهم ولا علي إيش نعد الباط فيه؟ أنا قاعد الصباح 400 كيلو من نواكشوط،
وقيام جاي نيته لانه تو مسافر ولا صار وجو هون تقريبا الساعه الثانيه والله الثالثه من النهار من ضل كانوا يتابع افطاره والله يمسك لينا وصار تو هذا هو سؤال. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كانت هذه فقرة الأسئلة الفقهية وقد أعدها الزميل محمد وللكوري، وأتوجه بها إلى ضيفي الكريم فضيلة العلامة الشيخ أحمد والنيني. فضيلة الشيخ، الأول يسأل عن تحديد صلاة التراويح، هل هي 8 ركعات أم 10 وفق المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جيد، في ما يسمى بقيام الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان وفي غيره، وفهم روايتين، واحدة 11 ركعة بالوتر وواحدة 13 ركعة بالوتر، كان هل هي 10 وراها الوتر والله هي 12 وراها الوتر. في غير التراويح التي سنها عمر رضي الله عنه هي 20 ركعة، معناها هذا اللي يعدل حالا ليس هو بالمصطلح الفقهي اللي يسمى بالتراويح، لأن الأئمة الأربعة متفقون على أن التراويح معناها اللي سنها عمر 20 ركعة بدون الشفع والوتر، حتى أن قاعد عقب ذاك في خلافة عثمان رضي الله عنه والله خلافته في الخلافة الإسلامية عقب ذاك لحقت 36 ركعة بدون الشفع والوتر، لأنها عن 39 ركعة، وأيضا تجاوزت يوم 27 نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها 3 ليالي حسب المشهور. هو صلىها 3 ليالي والرابعة ما صلىها غير عقب ذاك تركها، 3 ليلتين في رمضان، ليلة 23 في رمضان صلى بالناس في مسجده وصلى معه جمع ما هو ياسبي الناس ما كانت عالمة، الليل الموالي يجي أكثر من ذلك، الثالثة جاء ياسر والرابعة المسجد قاع عجز عن استقبال الناس ولم يأتيهم، قالهم عنه من عدم أصبح وجاء وصلى، قالهم عنه لم يخفى عليه ما فاتوا ذاك اللي خرج البارح، قال عنه خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها، وتركت التراويح من ذلك الساعة حتى إلين عاد في خلافة عمر رضي الله عنه وهو اللي مشى في الليل، فهو بعض الناس أوزاع متفرقون، يصلي هذا لنفسه وهذا يصلي بجماعة، فقال حبذا لو جمعت الناس على إمام واحد، وهذا لم يكن على عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا 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 لا، لم يصلي لا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بطريقة أمير المؤمنين عمر، نعم كان في قيام الليل فقط 11 ركعة كل ليلة في رمضان وفي غيره، عمر جعلها 20 ركعة بدون الشفع والوتر، فلما خرج في ليلة أخرى قال نعمة البدعة، وهذا هو هذا عليه الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد متفقون كلهم عن التراويح عن 20 ركعة، طبعا حد صلاها 11 و10 طبعا قام الليل به الحديث صحيح في قيام الليل، غير التراويح هذا معناها الفقه اللي معروف اللي سنها عمر ما هي 11 ركعه 20 ركعه بدون شفع الوتر، وحتى قاعد بذاك عادت 36 بدون شفع الوتر، انا 39 مش شفع الوتر. يسال عن حدود نواكشوط وضواحي، قالوا دائما يسمع هذه حسب التوقيت المحلي لمدينه نواكشوط وضواحي، قال عن الضواحي اللي يصنع تمتد الى كم كيلومتر تقريبا، انا ماني فلكي ما نعرف، لا المهم توه الوقت يا الله حد بعيد توه العذر حط توه حد ما بعيد من دشرة ما نخبر ذلك. قالت من غير قطفيلة تشكو من فروق الدم، أعتقد أنه ينبغي يكون وجه الدكتور، تصاب بغيبوبة حالة إحساسية بالجوع، هل بستطاع فيها القصة؟ نعم هذا دكتور سوف يأتي لنا، يقول إنه في ظل تنامي الحديث عن التنقيب عن الذهب يسأل عن تفاصيل زكاة الذهب، وهل يزكي مجتمعا أم متفرقا؟ أعتقد المجلس الأعلى للفتوى والموالي مصدر فتوى. أها جيد، على كل حال الذهب حضرة منه 85 جرام راها في خط واحد مثلا ما هو العاد راها في الدواس ورا الشيء عقب ذاك فاح ميم وشيء في مكان آخر هذا ما يخلطوا، الليلة عاد راها مثلا في الدواس 85 جرام يسوى هذا النصاب والمدى الزمني، هذا فيما يتعلق بالمكان المكان، هو لا من يراه له يزكي حالا معنه في الحول، إلى عاد اللي تكلف في إخراجه تكاليف كيف الجهاز والسيارة والعمل يخصمها يعطي ربع العشر، ما يخصمها لا يعطي ربع العشر، ولا عادته هو يجبر شيء هكذا من دون تكلفة يعطي الخمس، يا غير العاد اللي جماعة مشتركة وراتها لا 85
ما تزكي به لا يتوزع هذا على أربعة ولا خمسة يعودوا إذا وزع عليه نصاب مات له خير بعد مات له النصاب نعم زين وزكى النصاب لا بحالة أنه عاد نقطة واحدة يقول خليل في سكات العين يقول وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا عرقون لآخر معناها عن 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 عرق ما ينضم عرق آخر ومعادن ما ينضم معدن في كذا المعدن في كذا وعليه يزكى الذهب إذا بلغ النصابة وعاد ذاك اللي واجده واحد ما اللي عاد جمع عليه يتوزع على ذاك ما في سكة شو ما هو اللي يتجاوز ذيك ذيك الكمية اللي يصير يعود حاصل عملية القسمة كل يساوي أو يزيد على 85 جرام. سائل يسأل عن مدى جواز أطفال الأنابيب. الأنابيب هذه. أطفال الأنابيب هذه قضية حديثة ولعلها يؤكد من ذاك الموضوع عنها له يؤكد عن نفس الحيوان المنوي للمرأة والرجل وهو اللي تم الحفاظ عليه ما فيها مانع به اللي هذا ماؤهما. بالمناسبة هون له نفتي وحدين سبلوني في تلفون الخارج يعدلوا النوع من الأمور وطلب منهم الطبيب المتخصص عن لابد من حيوان منوي يعود يوجد الساعة الثامنة عند طلوع الطبيب وقلت لهم عنهم يحاولوا اللي له هون نقول لهم حالا فتوى إن شاء الله يسمعوها عنهم إلى عادوا اللي في الخارج وهم تكاليف مادية وهم بحاجة لفحوص ولا عنهم يسافروا في الليل خارج الدولة هذه اللي ما هي بعيد يمشوا في الليل خارجين يقطعوا 90 كيلو يرجعوا توه مع أصبع إياك يعدلوا الصلة بين الزوجين إياك الطبيب يقدر يعدلهم بحوصهم لأنه هو في حالة هذا بعض فتوى وتوه طبعا الفقهاء نصوا عنا السفر في الصيام من أجل أنا يخطر الإنسان على أنه ما هو جائز يا غير ما هو المسافرين ما هو إياك يفضلهم المسافرين إياك يعودوا يقدروا يعدلوا بحوصهم اللي هم بحاجة لها طبعا أدى قال في الكفاف قال وحرموا الفطرة على من سافر لأجله واللحم حين له يرى معناها عني هون على مسؤوليتين قد نفتيهم عنهم لا يمشتوه الليلة من, 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 من العاصمة اللي فيها ويخرجوا مسافة قصر إياك مع صباح يجوا فاطرين وذاك يمكن من الصلة بين الزوجين إياك يقدوا يعدلوا مهمتهم زين قالت عنها يسأل فيها أربع رماضين أن الطبيب حرم عليها الصوم بشكل نهائي أنها ما تقدر تقول الصوم حرم يا طبيب يسألها عليها الكفارة أم ماذا تفعل؟ لا الصوم حد والكفارة لا حد في طرف رمضان متعمد هي كفارة هو قاعد هون الصوم عاد حرام عليها كنا نقول عن الصوم الصوم لا واجب ولا حرام الطبيب إذا حرم لأحد الصوم الصوم عاد حرام عليه به اللي عاد يضر بصحته والشريعة تحافظ على الصحة أكثر من المحافظة على أداء عبادة معينة معناها عنه هون توفى عاد طاعتها في ألا تصوم وترتاح به الإشراع هو اللي حرم عليها ذاك معناها عنها ممتثلة إن هي أفطرت ممتثلة تماما الإشراع به للطبيب يعني هي ربما فضلت الشيخ تقول عن هذو الرماضين اللي يسالوا فيها وما تعد قط فترة فيهم ما بدون عذر لا الكفارة. الكفارة حد قط في رمضان متعمد عليه كفارة وقضاء وحرمة. إيش تواسي القضاء على ما تقدر تعدله؟ القضاء تخليه عنها ما تخالي ما تخالي. عنها عن صوم القضاء وصوم ذا اللي رمضان الحالي حالة ما تخالي. بيجي الطبيب حرم عليه الصوم. أنا ما يصح. هذا الأخ قال إنه بات بليدة 400 كيلو من واكشور وإنه بيت نية الفطر تحلل من نية الصوم. وجل نواكشوط قالوا الساعة الثالثة الظهر درا كانوا يتابع إفطاره والله يمسك هو كان مسافر وبيت بيت نية الفطر يكلي فسخ النية والله وجله لتو في النهار جله النهار قد فاتها ما دام قدم وهو يعلم عن رمضان عنه فاتهل ما عنده مشكلة عنده بقية يوم لا هو قال كان صايم فضلت الشيخ كان صايم ومشى مسافر ولين وصل عاد في الليل بليده 400 كيلو قال عنها انه سخنيه ذيك الليله ذيك الليله وتوفوا قيم جاي وجاي من قدم وجاي هو مفطر نفس الشيء هو حد قدم الى بلده مفطرا عنده بقيه يوم وما عنده مشكله انا هذاك النهار كامل له هذا الصلة عاد اللي كان عالم عن رمضان خالق معناها حد جاء فاطر في رمضان النهار الاول ما كان عالم به وقال له الدار عن رمضان زبد يجب عليه ان يصوم أحد الزملاء هنا في التلفزيون يسأل عن
كيفية تحييد التفكير في الصلاة؟ التفكير في الصلاة يوقع الناس كاملة، لا يا الله توب من إن حرمه الصلاة، نعرف عنا في عبادة وعنا فيه دقائق محدودة، يا الله نحاول عننا نعدل خشوع ونبتعد عن ذيك الوساوس الشيطانية، إذا كان صلاة نأدوها على أحسن حال نقدر نأدوها به، معناها نفكروا في معنى ذاك اللي هنا قراوه من الصور ومعنى الفاتحة، وقلنا عن الفقهاء أنهم قالوا عن حد تصورف عن النار عنها عن يسار واليمين والجنة عن يمينه عنه ذاك يساعد فعنه يخشع. الحنة هل تفسد الصوم؟ علما أن الحنة هناك مسامات في الجسم يمكن أن تمتص الحنة. الصوم اللي فسده لا شيء وصل للمعدة، معناها عن الدقة، وقاعد طيب أخبر فيه مني الدقة في دار البطن، والدقة هذه في العضل، والدقة ما هي مختلة به اللي ما هي وعد الجوف، اللي خسر الصوم لا شيء وصل للجوف، معناها شيء وصل إما عن طريق الفم ولا عن طريق العين ولا عن طريق الأنف ولا عن طريق الأذن، وعليه لا يهون نقوله مثلا شيء وصل عن طريق العين، في حد عنده قطرة في العين، قطرة هذه في العين قد تصل وقد لا تصل، حد عدلها في رمضان يا الله يحافظ، بحالة أنه أحس بأثرها في الحلق ذاك النهار خسر، يغير ما في كفارة، خسر عند الإمامين مالك والإمام أحمد، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يريان أنه لا يؤثر في الصوم ما وصل عن طريق العين، يقول بعضهم ومالك وأحمد إذا وصل دواء عينين حلقة الصوم يبطل، معناها عن اللي بطلته الصوم ليش وصل المعدة، طيب أنا شيء ما جاء المعدة ما حصل. نعم قال سأل أفضل قراءة القرآن من المصحف ولا من الهاتف؟ القرآن بعد كده يقرأه لا حد قد سقمه، كيف لا عاد حد قد خاض عليه ويعرف سقمه قد يقرأه في المصحف ولا في الهاتف وسياني به اللي كلها مكتوب وكلها، لا عاد حد ما قد تقرأه واجب عليه عنه يسقمه سابق يقرأه، به اللي المصحف عنده كتابة خاصة، القرآن له كتابة خاصة يسوى في الهاتف يسوى في المصحف يقرأها لا أحد فات أخذه بالرواية عن حافظ يسقمته ما يقرأ. إذن شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام إلى ركننا السابع وهو المتعلق بالأسئلة الطبية ومع زميلنا محمد والكوري. من أرواقش اللي صوان في السقر وقط وصبت بحزين وقال من نوتي نتأثر منه أكثر، وتو الحقا الحلايا فقيه وقال لي تمي لا روزي ولين يروح يحسي بيها في طريس وينت مسوي للطبيب ومسوي لمولي الفقيه، لكن لا يكلمني به الشرع وقط عاقب له جبرت فرصة من الراحة وتابعت قدر من الصوم للقضاء ولاني حاسة بشي، تخلطت مع أبو صفوة ولي ظرفي قريب علي من 6 سنوات والله 7 ما تيتنعطش مجاني ذاك حزيم القلب، وبذاك السبب نبقي الطبيب يعطيني النصائح والباقي. عندي مثلا وجع شوي في الكلى مع انني سليم من هذا المرض، فحطوا الفحوص لكنني اجد مرض وجعا في الكلى وفي بطني، حتى انني ظننت ان بي مسالك البوليه، لكن بعد ما فعلت الفحص تبين انني مثلا سليم الحمد لله، لكن عندما اعطش أجد مثلا الأوجاع في هذه المواضع، ثم إنني أيضا غالبا ما أفعل 3 أيام أو أقل كي أذهب إلى الخلاء، فأريد جوابا عن هذا السؤال. حد فيه السكر، والدتي فيها مرض فيها السكر، تطلع على السكر، كانت تصوم والله تصوم. طبيب عن رجاج دائما يقول تزقني لاني نتفضل ولا دايك البرود شوي دايما نحس بتزقني منانا متين عليها. إذن شكرا لزميلنا محمد وللكوري. ومع الأسئلة الطبية موجهة لكم دكتور، الأخت الأولى قالت أنها كانت صوامة في صغرها وفي شبابها، يقر خلق لها سماته حزيم القلب،
من قلب قالت انه اللي الخالق له 6 سنوات وقالت ان فقيه من اقاربها كان يامرها بتجريب الصوم كل مره على ان تفطر حال احساسها بالاعياء. تطلب من الطبيب النصح وكذلك من فضيله الشيخ. فضيله الشيخ ابدا معك، ما الذي يكلفها الشرع به؟ هذا طبيب لا يقدم فيها الراي عقب ذاك يعود الشرع واضحه. تفضل. شكرا لك. تفضل. يعني كانت تستشار طبيب خلاص اللي قد يعود هذا تابع لمشبنه عنده شويه بدل مستشار فقيه مقارنه يعني تعدل الفحوص نتاكد بعد بعد قاه هو زي ما قال شيء من منين كان جاي من مشبنه والله القلب والله روايه اخرى تعود ورا ذاك الصمت خلال ينعرف شنو السبب اذا كان هلقة الصوم ولا ما هلقة الصوم. فضلت الشيخ عندكم لا لا هو لا الصوم بحالة انه عاد مضير يعود حرام بحالة انه ما هو مضير طبيب ولا حد. طيب هذا الاخ قال انه يحس انه كلاه انه ما مصاب الحمد لله بمرض فيهم مثل ما يصاب فيه له يقال انه لا من يعطش ويوجعوه كلاه وتوجعوه شوف من اللي كان عنده سوء هضم عنده سوء هضم. هذا نفسه هو يقول قال انه عنده قاعد فعلا كونستيباسيون هذه سوء هضم وانها تستمر معه لثلاثة او اربعة ايام من درا كانوا الصومي اثر عليه. واحد يعني عنده مشكله سوء هضم لين يحلها ينحل دفر. نعم زين. والاخ قال انه مصاب بالسكر وانه طلع له وركاتي مع الصوم. ويسمى من درا كانوا يصوموا. هو كان يعاود طبيبه سابق رمضان ويطلب له فحوص ويشوف يحدد اذا كانوا قد الصوم ولا ما قد الصوم. نعم. ذا الاخ قال انه يصاب انه لا من يجبر ضومتين والله يتوضا يجبر قدر من البرد انه تقبو دوخه زقنين مثلا انه ريحته هذه شنو؟ هينين يجبر ضومتين قالوا منين ملينين يعني يتوضا ويتعرض للبرد. هذا ثلاثه كان يتعدل استشاره شيء عيني وقدم لي عنده سينيسيت والله شقيقه والله شيء. نعم. اخت قالت لانها عند جان على الانترنت قالت لنا انها هي مرضعه للشير انه عنده لا شهرين وبضعه اسابيع ولانه ما ياكل من بيبرون ولا يعمل شيء اخر درا كان هذا تصوم به والله منه. ليش خسر اذا صام فيه؟ لانه هو يشير انه هو لا يرضى على من بزولته بيبرون ما يعمل ولا ياكل شيء. درا كانوا ضار به هو صومها هي شاق به ما ضار به. نعم. حد قطع عدل عملية القسطرة ويعمل الدواء بشكل يومي. قيصرة ها؟ قسطرة القلب ها؟ يعمل الدواء قال انه بشكل دائم. بشكل دائم معناها انه ما يرتش ما ظهر هذه انا ظهر فضل الشيخ عنده مشكلة الاطباء ورعين حتى ربما زيادة هون لا في ديكارديولوك حسب الادوية. اها. يعود يقبض ياسر من الادوية. خارجين الادويه ما قد يتخطاهم لا بد من يقبضهم. يهدي متعلقين بحياته. نعم. انين مع الزمن لا هي عقب ان تقصوك الادويه انين يعود يقبضهم مره والله مرتين للنهار. لا قاعد يقعد يقبضهم بالليل. غير شيء خارج مرحله خارجين الشهره والله ست انين السنه. الادويه يقبضهم 6 مرات للنهار. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور. مشاهدينا الكرام إلى ركننا الثامن وهو من برامجنا اليوم وعده زميلي ملاي ولسيدنا. العلماء كانوا يكرهون الفتوى وكانت المسألة تدور في حلقة على بركة الله. الموريتانية تواكبكم في هذا الشهر. افتحوا على الذكر. إنها فرصة أخرى تتاح لمن وفقوا في الجد والمثابرة والاجتهاد على مختلف الطاعات. في هذه الحجرة تقضي معظم وقتها مع ابنتها المرافقة. شي تخسر إلى عندنا مجتمع راقي وناضج من خلال تطويرنا السلوكيات. نلاحظوا عن أغلبنا يرفض يدير حزام الأمان ويوقف في نفس قدره وبدون ما يعطي إشارة على ذاك. شكرا
شكرا لزميلي مولاي سيدنا، وكانت هذه فقرة من برامجنا اليوم. والآن أدعو زميلي الفنان بونا ولدف لتقديم ما عده لنا الليلة. مرحبا بك زميل بونا. هذه اللوحة خاصة بموضوع السمنة. جيد تماما. جميل. دكتور تفضلوا. تكلمتوا عنه انتم قبل. هذا تكلمتم عنه. يلا يصدق الزيادة عنده. زين. شكرا جزيلا. شكرا للفنان بونا الداف. شكرا جزيلا لك. شكرا ايضا لضيفي الكريمين فضيله العلامه الاستاذ احمد ولنيني والدكتور البخاري. ومشاهدينا الكرام، فقرتنا الاخيره الامساكيه التي اعدها زميلي ناصر ناجي. إذن شكرا للزميل ناصر ناجي، وبهذا تكتمل عناصر وفقرات سهرتنا لهذه الليلة على قناة الموريتانية. في ختامها أتقدم بجزيل الشكر لضيفي الكريمين فضيلة العلامة الشيخ أحمد ولنيني. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. ضيفي الكريم الآخر هو الدكتور البول البخاري أخصائي أمراض الغدد. شكرا جزيلا لك دكتور، استمتعت بصحبتكما، وأتمنى أيضا أن يكون مشاهدين الكرام قد استمتعوا أيضا بمشاهدتنا. مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والانتباه. ابقوا دائما مع قناة الموريتانية، حيث الجديد والمفيد كل ليلة بحول الله. تقبل الله صيامنا وصيامكم، وقيامنا وقيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر، إلى سمر رمضاني مقبل بحول الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية وفي أبرز عناوينها: في ردهما على السادة النواب، وزير الاقتصاد والمالية والزراعة يؤكدان أن بلادنا وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتنمية القطاع الزراعي. قطاع الشؤون الإسلامية يفتتح ندوة حول المرجعية المذهبية والفكرية والعقدية للشناقطة، ويؤكد أنه سيجعل من ليالي رمضان منبرا علميا ربانيا وضاء. بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوجيرسي، هيلاري كلينتون تعلن فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية. أهلا بكم يا التفاصيل. عقدت الجمعية الوطنية زوال أمس جلسة علنية برئاسة رئيس الجمعية النائب محمد البويليل. خصصت الجلسة للاستماع إلى ردود وزيرة الزراعة السيدة الأمينة بنت القطب والمما على السؤال الشفهي الموجه إليها من قبل النائب أحمد والبابا، والمتعلق بالاستراتيجية المتخذة في سبيل إصلاح القطاع وبدائل تخلي الدولة عن شراء المحاصيل الزراعية. أحمد والبا في هذه الجلسة العلنية سؤالا لوزيرة الزراعة الأمينة بنت القطب والأمامة، ويتعلق السؤال المذكور بطبيعة الاستراتيجية المتخذة في سبيل إصلاح القطاع والبدائل عن شراء المحاصيل الزراعية. وزيرة الزراعة وفي ردها على هذا السؤال
تحدثت عن الإجراءات والبرامج التي قام بها القطاع الوصي بهدف تقليص الواردات من المحاصيل الزراعية التي تمت دراستها في هذه الاستراتيجية. وأضافت الوزيرة بأن قطاع الزراعة بهدف إنجاح هذه الخطة اتخذ إجراءات مختلفة، منها وضع مقاربة شديدة لبرمجة ومتابعة الحملات الزراعية والأخذ بعين الاعتبار للتوسع المعتبر في المساحات المستصلحة والمستغلة لدعم القطاع الزراعي والقضاء على الآفات التي تواجه هذا القطاع على المستوى الوطني. مداخلات النواب تناولت المراحل الأساسية لهذه الاستراتيجية، مذمنين النجاحات التي حققتها الحكومة في مجال القطاع الزراعي في السنوات الماضية، وطالب النواب بمراقبة هذه الاستراتيجية ووضع آليات محددة لدعم الزراعة بمختلف أشكالها لتوفير أمن الغذاء للبلد ودعم التنمية المحلية والاقتصاد الوطني. وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب الممة، وفي ردها على أسئلة السادة النواب، أكدت أن الحكومة تعتمد منذ العام 2010 على سياسة تسويقية.